ومن خصائص هذه الأشهر الحرم أن الذنوب فيها أعظم من غيرها. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه أو تغلظ فيه الآثام. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله جل وعلا يعظم من أمره ما شاء. وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. انتهى كلامه.